الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة فأفسدها بكاملة، وإن عملها كتبها 1 سيئة فأفسد تقليلها 1 ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الحمد لله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الحديث 37 من 40 النووية، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له 1 حسنة كاملة، وإن عملها كتبها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له 1 حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله عنده 1 سيئة. والحديث رجه الشيخان، وهو حديث عظيم يدل على فضل الله عز وجل وعلى سعة رحمة الله، وأن فضل الله عز وجل أوسع للناس من أعمالهم، وأن من عاقبه الله عز وجل إنما يعاقبه بعدله، وأما من من عليه بالثواب والجزاء فذلك بفضل الله عز وجل. وهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة، وهي المخالفة بين الفعل والنية. إذا وجدت النية تخلف العمل، ما الحكم في الحسنات والسيئات؟ فللحسنات صورتان وللسيئات صورتان. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه عز وجل بين حكم هذه المسائل. قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات. الكتابة إذا أطلقت في الكتاب والسنة قد يراد بها الكتابة الكونية القدرية، وقد يراد بها الكتابة الشرعية الدينية، وهذا كما يقال في الإرادة في القضاء في الأمر، فإنها تطلق على هذا وعلى هذا. وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله جملة من هذه الأشياء التي تطلق على المعنى الكوني وعلى المعنى الشرعي، وذكر الأدلة عليها. وهذه المسائل من المسائل المهمة لطلاب العلم في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويفرق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي، والتفريق بين الإرادتين هي من المسائل العظيمة التي تنبه لها أهل السنة وأدركوا الفرق بين الإرادتين، وخالف في هذه القسمة بعض أهل البدع فضلوا بذلك. وليس المقام مقام التفصيل في الإرادة الكونية والشرعية، فإن الكلام في الإرادتين مبسوط في كتب الاعتقاد، إنما المقصود التنبيه إلى هذا الإطلاق حسب الله. هل المقصود بالكتابة هنا الكتابة الكونية؟ فيكون المقصود أن الله قدر وكتب الحسنات والسيئات، فكل ما يفعله الناس من الحسنات والسيئات فهو مقدر مكتوب عند الله عز وجل. كتب أعمال العباد وأحصاها عنده، وهذا كما جاء في الحديث، في حديث ابن مسعود، الحديث العظيم، حديث الصادق المصدوق، وفيه أن الله عز وجل كتب أعمال العباد وأرزاقهم وآجالهم، وهم أجنة في الأرحام. الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات الكتابة التي هي سابقة لوجوده، كتب ما سيفعل الناس من الطاعات ومن السيئات، فهذه هي الكتابة الكونية. والقسم الثاني هي الكتابة الشرعية، وهو أن الله كتب الحسنات والسيئات، بمعنى بين في التشريع الحسنات والسيئات، فكتب السيئات فيما حرم على الأمة، وكتب السيئات فيما حرم على الأمة، وكتب الحسنات فيما شرع للأمة. فهذه كتابة شرعية، حرم السيئات كتب ذلك، ورغب في الحسنات وشرع ذلك. وقد يراد بالكتابة أيضا كتابة أعمال العباد بعد صدورها منهم، وهي الكتابة التي أوكل الله عز وجل بها الملائكة، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعمال العباد تكتب الحسنات والسيئات، وقد أوكل الله عز وجل ملكين يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن يمين العبد يكتب الحسنات، والآخر عن يساره يكتب السيئات. قد اختلف العلماء هل الكتابة تكون لكل ما يتلفظ به كما هو ظاهر الآية السابقة، أن كل ما يتلفظ به يكتب من المباح ومن المحرمات ومن الطاعات؟ قال بهذا بعض أهل العلم، ثم قالوا إن المباحات تمحى ولا يبقى في الدواوين إلا الحسنات والسيئات، وقيل إنما تكتب الحسنات والسيئات فقط، وأن المقصود ما يلفظ من قول من الطاعات والمعاصي فهي مكتوبة مدونة. فإذا قيل إن الكتابة هي كتابة أعمال العباد، يعني أن الله كتب أعمال العباد بعد أن تصدر منهم في الدواوين، ولهذا تنشر الدواوين يوم القيامة، فينظرون إلى أعمالهم مكتوبة يجدونها أمامهم، وهذه الكتابة بعد صدورها من العباد. والكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ هي التي كتبها الله بناء على علمه. قد جاء في الأحاديث أن دواوين الأعمال تعرض على ما في اللوح المحفوظ، فلا يجدونها تنقص أو تزيد واوا أو ياء، يعني أن كل ما قدره الله في الأزل أن يكون يحصل ولا ينقص ولا يزيد. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الله يجازيهم بما في الدواوين، لا يجازيهم بما في اللوح المحفوظ، وإن كانت الأعمال هي المكتوب في اللوح المحفوظ هو الذي سيحصل، ولكن الله عز وجل لا يجازيهم بالأعمال
إلا بعد أن تصدر منه. وهذا هو معتقد أهل السنة في أن الجزاء مترتب على العمل. ويخالف في هذا من يخالف من أهل البدع الذين يقولون لا يزال الله عز وجل يحب الكافر قبل أن يؤمن بما يعلم أنه سيصغي إلى الإيمان، ويبغض المؤمن الذي يعلم أنه يكفر. وهذا غير صحيح، فإن الله عز وجل يحب المؤمن حال إيمانه ويبغض الكافر حال كفره. فإذا تجدد العمل تغير الأمر، كما قال الله عز وجل لا يغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا دليل على حكمة الله عز وجل، وأن أفعال الله عز وجل هي متعلقة بحكمته وبعدله. ولهذا فالجزاء مترتب على العمل. والذي يظهر والله أعلم من هذه اللفظة أنه كسب الحسنات والسيئات بمعنى بينها في التشريع، ويشهد بهذا قوله بعد ذلك ثم بين ذلك، بين هذا يعني أن الله لما قضى في دينه وفي شرعه أن فيما شرعه لهذه الأمة كتب الحسنات وشرعها، وكتب السيئات وحرمها ثم بينها للأمة كما جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل الحلال والحرام. وأما الاشتباه الذي ذكره وهو القسم الثالث فهذا يأتي من جهة الناس، ولهذا علقه بالناس قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن قلة من الناس وهم أهل العلم والفقه أنه لا يأتي عليهم القسم الثالث، وإنما الأمور بينة واضحة لهم، إما الحلال البين وإن الحرام بين. وهذه من مراتب اليقين في دين الله عز وجل، أن يكون المسلم مستيقن في دينه، يعلم الحلال بيقين والحرام بيقين ولا تتبع عليه الأمور. وقال بعض أهل العلم أن هذه هي درجة الراسخ في العلم، قالوا إن الراسخين في العلم هم الذين لا تتبع عليهم المسائل أو لا يشكل عليهم شيء. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الكتابة الشرعية بيّن الله عز وجل هذا وهذا ثم بيّنه للأمة، كتبه ثم بيّنه للأمة. ثم ذكر الحسنات والسيئات كما سيأتي في أعمال العباد فيما يفعلونه. قال فإذا هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. إذا هم العبد بحسنة، اختلف العلماء في حقيقة الهم، وفسر بالعزم هو أن يعزم على الحسنة، وقيل الهم غير العزم، والذي يظهر أن العزم هو دون الهم، فإن الإنسان يعزم على الشيء أن يفعل، ولكن الهم به هو بداية الشروع فيه، فإن الناس يعزمون على أشياء كثيرة يعني سيفعلونها، ولهذا الأشياء التي تقابل العزم أنه لا يعزم على فعلها، فإذا عزم أصبح مصمما عازما على الفعل، ولكنه قد يرى أو يعزم على هذا أن يفعله بعد سنين. أما الهم فهو أقرب إلى الفعل، وكأنه عزم مع بداية الشروع يعني في العمل، بل قال بعض أهل العلم إن الهم لا بد أن يصحبه عمل، يعني أن يصحبه عمل. ولا شك أن الهم هو أقرب ما يكون إلى العمل، ولهو من هنا ترتب عليه الثواب، ترتب عليه الثواب. قال إذا هم بحسنة
الحسنة هي الطاعة، وسميت بحسنة باعتبار ثوابها، فإن ثواب الطاعة الحسنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان الأول هو فعل العبد، هل جزاء الإحسان الذي هو فعل العبد إلا الإحسان هو من الله عز وجل. فإحسان العبد عمله، وإحسان الرب ثوابه وجزاؤه. ويطلق على عمل العبد أنه حسنة باعتبار ما سيفضي إليه، باعتبار ما سيفضي إليه. أو أن الحسنة هنا أخذت من مقابلها، فإن الأعمال إما أن تكون حسنة أو سيئة، فالأعمال الصالحة كلها حسنة، والأعمال السيئة والمعاصي كلها سيئة. من هنا يطلق كثيرا على الطاعات أنها حسنات، وأن المعاصي أنها سيئات. من هم بحسنة، والحسنة هي ما دل الدليل على حسنها، خلافا لمن زعم أن حسن الأعمال يعرف بالعقل في باب الشرع، وهذه مسألة دقيقة يعني دلت فيها أقدام. أهل العقل يدرك التحسين والتقبيح؟ من أهل البدع من أنكر هذا وزعموا أن العقل لا يدرك الحسن والقبح، وأن الأشياء أن الطاعات إنما عرفت حسنة بالشرع، وأن السيئات إنما عرفت أنها سيئة بالشرع. ومن أهل البدع من قالوا إن كل الأعمال تعرف بالعقل، ويمكن للإنسان أن يعرف الطاعات والمعاصي بالعقل. وأهل السنة وسط في هذا الباب، فقالوا إن سائر الأعمال من الأخلاق تدرك أنها حسنة أو قبيحة بالعقل، فإن ندرك أن الكرم من الصفات الحسنة، وأن البخل من الصفات السيئة بالعقل. وأما معرفة كل الأعمال التي شرعها الله عز وجل، أو كل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أن العقل يدرك حسنها وقبحها، فقد يقصر العقل دون ذلك. والذي يدل على هذا أن كثيرا من أهل الدين استحسنوا بعض الأمور ثم تبين بالشرع أنها سيئة، كما استحسن من استحسن بعض البدع، استحسنوا بعض البدع وإنما ينظرون بعقوله، فضلوا في هذا الباب، لأن الشرع إنما يدرك بالدليل لا بالعقل. ولهذا قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني إذا استحسن الشيء كأنه يقول هذه شريعة، هذا من الدين وهذا من التشريع. فالأعمال الحسنة والسيئة إنما تعرف بالدليل الشرعي، وإن كان العقل يدرك بعض الصفات، لكن لا ندرك بعض العبادات. الآن عندما يتنازع الناس مثلا في عبادة تبع عند اختلاف الدليل، هل ثبت أو لم يثبت، فلا يمكن أن يعمل العقل الآن وقال دل العقل على حسن هذا الأمر أو دل على أنه سيء، وإنما يرجع فيه إلى الشرع. فإذا دل الدليل على مشروعية الشيء فهو حسن، إذا دل الدليل على عدم المشروعية فهو ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. من هم بحسنة فلم يعملها، يعني هم بقلبه أو على قول من يقول وشرع فيها بجوارحه ولكنه لم يعملها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها فيه حجة لمن يقول أن الهم لا يصحبه عمل، أن الهم إنما هو في القلب، أو أنه حتى يكون بتهيئ الجوارح، لأن الهم قد يكون بتهيئ لشيء، فهل هذا الفعل الذي يتهيأ به هو من العمل السيء؟ مثل من تهيأ للخروج بطاعة فلبس الملابس يريد الخروج، فهل فعله هذا تبع للعمل أو لا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها في حجة لمن يقول أن الهم لا يصحبه عمل، لأنه جعل الهم في مقابل
العمل، فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. كتبها الله عنده، عنده أي عند الله عز وجل يوم القيامة وفي دواوين العبد. والمصنف رحمه الله في قوله بأن عنده هذا دليل على شدة العناية بها، أو كما قال الذي يظهر والله أعلم أن هذا التفسير مرجوح، ولعله أخذ من بعض المخالفين الذين يتأولون بعض الصفات، كما هو مذهب من يزعم أنه لا يضاف إلى الله عز وجل شيء من لا يشار إليه بالمكان. وقد يفهم من يفهم أن عنده فيها إثبات المكان فيتأولون هذا، والمكان والجهة أهل السنة لا ينفونه ولا يثبتونه عن الله عز وجل. ولكن إذا قيل إن المقصود بالجهة هي ما فوق العالم، لأن الجهات على قسمين، جهة مكانية وجهة عدمية، جهة المخلوقة في السماوات والأرض، وهذه جهة وجودية، وهناك جهة عدمية غير مخلوقة هي ما وراء السماوات والأرض. الله منزه أن تحيط به المخلوقات من السماوات أو الأرض أو العرش. إذا كان مقصود بالجهة العدمية وهي ما وراء العالم، فآخر المخلوقات والأمثلة الوجودية العرش، والله فوق العرش. ولكن لا نطيق هذا اللفظ، لا نثبته ولا ننفيه، وإنما جرى بهذا أن بعض المخالفين ينفون عن الله عز وجل المكان ويتأولون ما يعتقدون أنه يدل على المكان، كما جاء في هذه اللفظة عندهم. وهذا دليل على أن هذه عند الله عز وجل، وهذا ثبت في السنة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، فأخبر أن عنده هنا فوق العرش. وعند في كلام العرب يعني تطلق ولها عدة استعمالات، فقد يراد بها المكان عنده في المكان، وقد يراد بها عنده أي في العلم، كما يقال هذا القول عند أحمد كذا وعند الشافعي كذا، وقد يراد بها معاني أوسع من هذا. فالذي يضاف إلى الله عز وجل من هذا أنها عند الله أي في علم الله أو في ثواب الله أو يوم القيامة عند الله، فهذا المقصود بها. وعنده تدل على شدة العناية، وليس من تفسيراتها أنها تدل على شدة العناية، إنما تدل على أن هذا الأمر مضاف إلى الله عز وجل وهو عنده، يعني مدخر ثوابه عند الله، أو أنه يوم القيامة، أو أنه سيجده العبد يعني عند الله عز وجل في الجنة. كتبها حسنة كاملة، هذه الصورة الأولى، وهو أن يهم العبد بحسنة فلم يعملها فيكتبها الله عز وجل حسنة كاملة، هذا من فضل الله أنه عامل العبد بالهم دون العمل. والحسنة هنا كتبها كاملة لما سبقها من النية ومن الهم للحسنة، فلم يعملها فبقيت النية وبقي الهم، فكتب الله عز وجل به حسنة كاملة لذلك العبد. وإن لم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هنا ذكر يعني 3 صور، يعني أن يكتبها الله ب10 حسنات، وأن يكتب أو أن يصل المضاعفة إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة. فذكر 3 مراتب يضاعف الله عز وجل فيها للعبد. وقد فرق بعض أهل العلم بين هذه المضاعفات، كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله قال أن المضاعفة ب10 حسنات في كل حسنة، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فكل حسنة
تكتب بعشر أمثالها في كل الحسنات، فيكون هذا من الثواب الملازم لكل الحسنات. وأما المضاعفة إلى 700 ضعف فهي بحسب ما يقترن به العمل من الأمور الأخرى التي تزيد في مضاعفته، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهذا في النفقة، ومن أهل العلم من قصر هذه المضاعفة على النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. وقد جاء في بعض الأحاديث إن الله يضاعف الصيام والصلاة إلى أكثر من 700 ضعف، فيكون هذا تفسير لما جاء إلى أضعاف كثيرة، فتكون المضاعفة إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك. والعلماء تكلموا وبحثوا كثيرا في أسباب هذه المضاعفات، فمنهم من قال إن المضاعفة إلى 700 ضعف فيما ورد به الدليل كالنفقة في سبيل الله، ومنهم من قال بحسب الإخلاص وقوته كما قال الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصبر. فكلما كان العمل أخلص وأصبر كلما كانت المضاعفة. والمضاعفة بين الحسنات تحصل بأسباب كثيرة، يعني يصعب حسرها، منها قوة الإخلاص، قوة المتابعة، منها المداومة على العمل، منها شدة الحاجة إلى العمل، فإنه قد تعظم الحاجة، كما حصل من عثمان رضي الله عنه عندما جهز جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضره ما فعل بعد ذلك، من شدة الحاجة إلى هذا الأمر. ولهذا النفقة تضاعف عند الله عز وجل بحسب الحاجة إليها، فكلما وافقت النفقة الحاجة كلما كانت أعظم عند الله عز وجل. وقيل أنه بحسب أيضا منزلة العبد، بحسب منزلة العبد. والشاهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فهذه المضاعفة جاءت من جهة العامل ومنزلته عند الله. ولا شك أن صاحب الحسنات وصاحب المنزلة عند الله يضاعف الله عز وجل له بما سبق له من الفضل وبما يوفقه له من الطاعة، فإن الله عز وجل لا يزال يوفق العبد للإخلاص وللمتابعة، ويفتح عليه في باب الإخلاص والمتابعة ما لا يخطر بباله، كما جاءت آثار عن السلف يتعجب يعني لها الناس، كقول بعضهم: تمنيت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. فهذا يعني الخاطر يخطر لمن؟ يخطر للموفقين، أنه من شدة مراقبته لله عز وجل يتمنى أنه لو عمل عملا لم يطلع عليه أحد حتى الملائكة، دليل على قوة الإخلاص. فالمضاعفة يعني تكون لأسباب كثيرة، وذلك من فضل الله، يعني قد يبسط الله عز وجل الفضل ويبارك في الثواب وينمي الحسنة حتى تكون يعني كالجبال عند الله عز وجل، وذلك فضل الله. ولا شك أن هذا الحديث يدل على تفاضل الناس، فأين الحسنة واحدة من 700 إلى ما يزيد على ذلك؟ دليل على السبق العظيم. وقد تكون المضاعفة أيضا بحسب أسباب أخرى كفضل الزمان أو المكان، كالمضاعفة في رمضان، وكالمضاعفة أيضا متعلقة بالمكان، كالمضاعفة في المساجد الثلاثة، في مسجد الحرام، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد الأقصى. فأسباب التفاضل كثيرة جدا، وهذا يرجع هذه المضاعفة إلى ما وفق الله عز وجل إليه من هذه الأسباب. وقد تكون المضاعفة أيضا بحسب اجتماع العمل، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: من أصبح منكم اليوم الصائم؟ أبو بكر أنا.
قال من أطعم مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من سمعت في رجل إلا دخل الجنة. فأعمال البر إذا اجتمعت ينظر الله عز وجل للعبد نظرة أحمق يبسط له من فضله فيدخله بها الجنة، فتراه صائما متصدقا يتبع الجنائز يعود المرضى في كل عمله. هناك أعمال مركبة مما يحب الله عز وجل ويرضى. وهكذا إذا اجتمعت القلوب واللسان والجوارح، القلب ذاكر واللسان ذاكر وساتر والجوارح ساترة بنعم الله عز وجل، فإن الله عز وجل ينعم على العباد. وكذلك والعياذ بالله السيئات إذا اجتمعت، فإن السيئة قد تتركب وتكون مركبة، كأن يكون خارج في معصية يستعين بنعمة الله على معصية الله ويصدر منها الكلام السيء ويصدر منها الظلم، وقد ينظر الله عز وجل بهذا نظرة فيسقط بها إلى أن يلقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها درجاته، في بعض الروايات يدخل بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة كلمة واحدة. فهذا دليل على ما بين الناس من التفاوت في الثواب، وما بينهم أيضا من التفاوت في العقاب من السيئات. فهنا مرتبة، كان المرتبة الأولى الهم مع عدم العمل ويكتب الله عز وجل به حسنة، والهم إذا صاحبه العمل فأدنى ما يجاز به العبد أن يكتب الله عز وجل له 10 حسنات ثم يضاعف له. ثم هنا وقفة عند المسألة الأولى، وهو إذا هم بالحسنة ولم يعملها، فهل هي صورة واحدة أم أنها صور؟ ذكر بعض أهل العلم عدة صور لعدم العمل، فإنه كما أن الهم هناك نية وقصد وعزم، فإن الترك له أيضا أسباب. فالصورة الأولى أن يهم بالحسنة ثم يتركها أو لم ثم لا يعملها عاجزا عنها، فهذا يكتب الله عز وجل له أجره كاملا، كما قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج يريد الهجرة لله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا أو شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فتخلف من تخلف يوم تبوك للأعذار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع الصحابة في كل مسير في كل واد. فهذه الصورة ذكر العلماء أن العامل له أجر، أن العاجز له أجر العامل، لأنه ما منعه من العمل إلا العجز، ما منعه من العمل إلا العجز. ومن هنا قال بعض السلف نية المؤمن أبلغ من عمله، لأنه يريد بنيته أشياء كثيرة ثم لا يبلغها لعجزه عنها، فتكون النية هنا أبلغ من العمل، لأن العمل قليل والنية عظيمة. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يهم بالحسنة ثم لا يعملها ولكن للكسب، يعني يريد الحسنة ثم بعد ذلك لا يعملها للكسب. فهذا الذي يظهر والله أعلم هو الذي دل عليه الحديث، وهو أن الله عز وجل يكتب له حسنة كاملة في همه ولم يعمل. الصورة الثالثة أن يهم بالحسنة ثم يتركها لما هو أعظم منها، كما يعني ورد في من تلبس بصلاة النافلة ثم تقام الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهو يقطع هذه النافلة وليس له ثوابها
ولكنه قطعها لما هو أعظم منها، فهذا له الثواب العظيم في المبادرة إلى الصلاة المكتوبة، وليس له الثواب الخاص، ولكن درجته أعظم من الذي تلبس بعمل نافل واشتغل به عن الواجب. وإن كان في هذا تفصيل ذكره بعض أهل العلم، فهل يعني الأمر هنا يعني متعين على أن تقطع النافلة ويشرع في الصلاة المكتوبة مباشرة، أو أنه إذا أمكن أن يتمها خفيفة ثم يدخل في الصلاة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في الأفضلية، في الأفضل، هل الأفضل أن يبادر يعني إلى المكتوبة؟ الصحيح أنه ينبغي أن يعتني بتكبيرة الإحرام، فإنها منزلة، قد جاء في الحديث من صلى 40 يوما مع جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أي درجة. فالحريص يحرص على هذه التكبيرة، والصلاة التي يدرك فيها تكبيرة الإحرام هي تلك الصلاة التي تفوته فيها تكبيرة الإحرام. فالذي ترك هذا حرصا على هذا الفضل فله ذلك الفضل العظيم، وانتقل إلى ما هو أعظم. وكذلك من تلبس بعمل مفضول ثم رأى أن غيره أولى منه، مثل من تهيأ يريد مثلا العمرة أو الحج النافل ثم اشتغل بعلم أو بنفع للناس أو أشياء متعدية، فإن هذا الذي اشتغل به أفضل من الذي تركه، ويكون له ثواب ذلك العمل الذي انتقل إليه. فهذه الصور متعلقة بعدم العمل بعد الهم به، بعدم العمل بعد الهم به، والذي يظهر أن من هم بحسنة وتركها كسلا فله حسنة، وأما من منعه العجز فيرجى له الخير والفضل كما دلت على ذلك النصوص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله عز وجل: وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة ولم يعملها، هذا كما تقدمت الهم، والسيئة هي المعصية، هي المعصية، وهي سيئة باعتبار يعني أنها تسوء صاحبها وأن فيها ضرر عليه، وكذلك هي مخالفة لدين الله عز وجل، فكلما خالف الدين فهو سيء. الدين حسن وما عداه فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة، هذا أيضا فيه تفصيل، أن يهم بالحسنة ثم لا يعمل بها. قال العلماء هذه الصورة في من هم بحسنة ثم لم يعملها خوفا من الله، فإنه نعم من هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله عز وجل له ثواب الحسنة الكاملة، يريد السيئة ويهم بها ثم يتركها لله عز وجل فله حسنة كاملة لأنه تركها خشية الله عز وجل. والمؤمن قد يضعف فيهم بالشيء ثم يترك فيثيبه الله عز وجل، يثيبه الله عز وجل على نيته الثانية التي ترك من أجلها السيئة. ثم هنا تفصيل في هذه المسألة، وهو أن السيئة التي يهم بها إما أن تكون متعلقة بالخواطر التي لا تستقر في النفس مثل الوساوس، فقد ذكر أهل العلم أن هذه ليس لها حكم حتى يعمل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمة عما حدثت فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس والخواطر
لا يؤاخذ الله عز وجل به. وكل ما يزول في النفس من هذه الوساوس والخواطر فإنه لا يؤاخذ به. وأما إذا كانت هذه الخواطر يعني مستقرة فهي إما أن تكون متعلقة بأعمال القلوب، وإما أن تكون من النيات التي هي مقدمة لأعمال الجوارح. فإن كانت متعلقة بأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي التي محلها القلب ولا تكون في الخارج، إلا أن تكون هناك ثمرات مثل المحبة مثل الخوف مثل الخشية، فهذه محلها القلب. فإذا طرأ الشك أو طرأ العمل الباطن السيء فإنه مؤاخذ بها، مثل من أبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو لم يحقق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ذهب اعتقاده صدق النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه فشك في صدقه فإنه مؤاخذ بهذا، لأن هذا عمل القلب. فإذا ذهب لم يبقى بعده شيء. وأعمال القلوب لها درجة عظيمة من الإيمان، فإذا ذهب الاعتقاد ذهب العمل، إذا ذهب الاعتقاد وعمل القلب ذهب العمل بالكلية، مثل من خلع قلبه من محبة الله فهذا لا يكون إلا من فاسق أو خاف المخلوقين كما يخاف الله عز وجل، فلا شك أنه مؤاخذ بهذا. وأما الصورة الثانية فهي النيات التي هي مقدمة لأعمال الجوارح، يجب أن يريد أن يفعل الشيء من المعاصي، مثلا أن يريد الزنا أو يريد شرب الخمر، فهذه اختلف العلماء إن عزم عليها عزما مؤكدا، فمنهم من قال يؤاخذ بها ومنهم من قال لا يؤاخذ بها، والذي يظهر من الحديث أنه لا يؤاخذ بها، لكن إذا عزم عليها ينظر لما تركها. فإذا عزم عليها عزم على القمر أو على الزنا أو على الربا ثم تركه فإنه ينظر في تركه له. وهناك عدة صور: أن يتركه عجزا عنه، أن يتركه عجزا عنه فهذا مؤاخذ. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. وهنا أخذ بالعزل، لما؟ لوجود الحرص. ومن هنا فلا يمكن أن يعارض بين هذا الحديث وبين هذا الحديث الذي نحن بصدد، فإن الذي يهم بالسيئة ثم يتركها وليس له عمل ينظر في سبب شرطه، فهذا ما منعه من قتل أخيه إلا أنه سبقه الآخر وقتله، ولو تمكن لكان هو القاتل، فأخذ بنيته مع حرصه. وهكذا من حرص على الزنا وعجز عنه فإنه مؤاخذ به، ومن حرص على الربا بكل ما يستطيع ثم عجز عنه فإنه مؤاخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل أخيه. وبعض أهل العلم يفرق بين بذل السبب وغيره، يعني مثل الآن أن يريد الربا فيوسط من يقرضه بالربا ويبذل ثم يعجل، فهذا لا شك أنه مؤاخذ. ومنهم من قال: إن عزم ولم يبذل السبب فإنه غير مؤاخذ. الصحيح أنه مثلما وجد الحرص فإنه مؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على الحرص، لكن قد يقال أن الحرص مع العمل، لأن هذا يقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فهذا معه سيف وهذا معه سيف، فهذا حرص مع العمل. فقد يقال أنه لا بد من السبب يعني مع الحرص، والحرص أيضا إذا عجز عن أسبابه فله حكم من بذل السبب. ومن هنا يتبين أن العجز عن السيئة بعد الهم بها أنه قد يؤاخذ بها مع وجود الحرص، وأما إذا بذل الأسباب وسرع فيها وفعل ما يستطيع ثم عجز فإنه مؤاخذ بذلك. الصورة الثانية: أن يترك
السيئة يعني كسلا أن يهم فيها ثم يتركها كسلا، فهل هذا مساق؟ هذا محتمل أنه يساق، ويحتمل أنه لا يساق، لأنه ليس كالذي تركها لله، الذي هم بالسيئة ثم تركها لله هذا مساق، لأنه تركها لله، ولكن هذا تركها لغير الله. فالهم سيء والترك مباح، ليس فيه شيء، قد يقال أنه لا يساق لأنه ليس له عمل في هذا، لا بالهم ولا بالترك، بخلاف الذي ترك ابتغاء الأجر والثواب. من الصور لهذه المسألة أن يهم بالسيئة ثم يتركها خشية الناس، مثل خشية أن يذمه الناس أو أن يتسلط عليه الناس. قال العلماء وهذا سيء، هذا الفعل سيء وهو مؤاخذ به، وهو أشد من الذي يعني كان عازما وحريصا، بل إنه يهم بالسيئة ولا يراقب الله ولا يتركها إلا للناس، فكأنه عظم المخلوقين أكثر من تعظيمه لله عز وجل. فهذا مؤاخذ من جهة الهم بالسيئة ومن جهة الرياء، أو أنه يخشى الناس أعظم من خشية الله، كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يخاف من المخلوقين ولا يخاف من الله عز وجل. فالصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهم بالسيئة ثم يتركها لله عز وجل، فهذا ظاهر أن له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله عز وجل عنده سيئة واحدة، وهذا من فضل الله من عدل الله، أنه إن تركها كتبها له حسنة، وإن عملها كتبها له سيئة واحدة في مقابل الحسنات، الحسنة فإنها تكتب بعشر أمثال، وهذا من عدل الله عز وجل، ودليل على أن أهل الإحسان ينالهم من فضل الله عز وجل بغير سبب منهم، فإن الله عز وجل إذا بسط فضله نال العبد ما ناله من الخير. ولهذا أعد للمؤمنين ما لا يخطر بقلوبهم، عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وأما العقوبة فإنها لا تكون إلا بالعدل، فإن الله عز وجل عادل في حكمه وما قضى به في المخالفين، وهو منعم متفضل على المؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته عليه الصلاة والسلام. فالجنة لا تنال، ولهذا قال بعض السلف الجنة لا تنال إلا بفضل الله، وأما التفاوت في الدرجات فهو بالعمل، قالوا الجنة فضل الله والتفاوت في الدرجات هو بالأعمال، وأما النار ودخولها فهو بسبب فعل العبد بسبب عمله، وهذا مما يدل على أنه لا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كانت السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها دل على أن المسيء أنه مسيء مرات ومرات إلى أن يبلغ عشر مرات، فإنه لو كان أساء ما أساء فإن الحسنة تكتب بعشر أمثالها والسيئة واحدة، فكل سيئة كل عشر سيئات تكسرها حسنة واحدة، لأن الحسنات والسيئات تتقابل وتتساقط، الحسنات يوم القيامة توضع في كفة والسيئات في كفة. ومن هنا قال من قال إنه لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك، هذا مع المغفرة والتوبة، فإن العبد إذا تاب واستغفر كفر الله عز وجل عن سيئاته وأبدله حسنات. وهذه النصوص مما يقوي في قلوب المؤمنين محبة الله عز وجل المنعم المتفضل، هذا الإحسان والفضل. الناس اليوم الكريم منهم الذي إذا أسأت إليه لا يحسن إليك ويصبر ويحمل،
وأما أن تسيء إليه وينعم فهذا غير موجود في المخلوقين إلا من وفقه الله لمن يتقرب إلى الله بهذا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رسالة في إخلاص العمل لله عز وجل أنه ما من مخلوق إلا وهو يسعى لنفسه، وأما الذي ينعم من غير ما يجلب لنفسه شيئا فهو الله عز وجل يحسن إلى المخلوقين عن إنعام وتفضل، لأنه لو عذبهم كلهم أو لو عصى الله عز وجل كلهم ما نقص من ملك الله شيئا، ومع هذا هو ينعم عليهم ويتفضل ويضاعف الحسنات والسيئات يكسبها بمثلها، ولو أذنب العبد الدهر ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه، وهو مع هذا يفرح بتوبة العباد. يعني أعظم من فرح ذلك الرجل الذي فقد دابته وجد عند رأسه. يعني انظروا إلى الإنعام من الرب عز وجل والإحسان، وهو اللطيف الخبير بعباده يفرح بتوبته. لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحمته، وهو أرحم به من آبائهم وأمهاتهم. وهذا دليل على عظم الإحسان من الرب عز وجل، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الإمداد والنعم ونعمة العلم ونعمة التوفيق للعمل ونعمة الطاعة كلها من الله نعم. ولهذا العبد لا يستطيع أن يؤدي هذه النعم، بل كلما أدى شكرا لله فلله عليه منة في هذا الشكر الجديد، حتى إذا قال الحمد لله فلله عليه منة في هذه الكلمة التي قالها. ولهذا قال داود متى أبلغ شكرا، كذلك قال موسى قال إن ذكرتك فمنك وإن بلغت رسالتي فمنك متى أبلغ شكرا. فالإنسان لا يعامل الله عز وجل بشيء إلا ولله عليه منة جديدة في هذا الشكر الجديد. فمتى يبلغ العبد الشكر؟ فمنك، لأن الذي يبلغ الشكر هو الذي ينعم إلى المنعم عليه لشيء لا يملكه، أما أعمال العباد فهي كلها من الله. ولهذا قال العلماء حقيقة الشكر هو إدراك العجز عن الشكر، أن يدرك العبد أنه عاجز عن شكر الله، أنه لا قدرة له على شكر الله، وأن يعلم أن الله هو المنعم المتفضل، وأن ما حصل من الطاعات فهي من منة الله عليه ومن توفيق الله له. وهذا هو الذي يكثر العجز في النفوس، في نفوس الجاهلين عندما يعجب الإنسان بعمل، فإن الله هو الذي منع الإنسان بهذا العمل، ولو شاء أن يقلب هذا القلب ويجعله كافرا بعد إيمان فهو بين إصبعين من أصابع الرحمة، وهو الذي من بالهداية، وهو الذي من بالتثبيت، وهو الذي يثبت العبد حتى يلقاه. ولهذا تتعجب الملائكة كما جاء في الحديث عندما ترفع روح المؤمن إلى الله عز وجل تجد الملائكة من ريحها الطيبة يقولون يا ويحه كيف نجا، يعني ويح الإنسان هذا كيف نجا مع كثرة الأعداء والخصوم الشيطان والنفس الأمارة عامة الناس إلا من رحم الله، كلهم لا يكاد الكثير منهم يدعون إلى الخير بل يدعون إلى الشر، فينجو هذا الإنسان الضعيف برحمة الله، فهي من منة الله على عباده. ولهذا منة الله على المطيعين أكثر من منة الله على العصاة، وهذا يوجد أن أهل الطاعة أن يحب الله محبة عظيمة ليؤدي شيئا من شكر نعمة الله عز وجل عليه، وإلا فالإنسان هو عاجز أن يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يدخل الجنة بعمله، ويقول لا أحصي ثناء عليك، الإنسان لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله بلسانه، بل لا يستطيع أن يحصي أن يعدد نعم الله عليه. لو تأمل الإنسان هذه اللقمة التي يأكلها الإنسان منذ أن وجدت وخلقها الله، هي بذرة في الأرض إلى أن تنبت إلى أن تصبح ناضجة إلى أن تهيأ فتصبح دقيقا بعد أن كانت حبوبا، ثم تسخر له ثم
يقوم بطهيها ثم بأكلها ثم بانتفاع بها ثم تخرج فضلات بعد الانتفاع منها. كم لله نعمة في هذه الحبة التي يأكلها الإنسان. فنعم الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يحصيها. لو تأمل الإنسان طعامه الذي بين يديه كيف سخره الله، كيف من به عليه، كيف أقدره عليه بعد أن كان عاجزا فقيرا، كيف حرم كثير من الخلق من هذه النعم. ونعمة الهداية أعظم وأعظم. كيف لهذا الإنسان الجاهل الجهول الظلوم أن يتعلم وأن يفقه وأن يستقيم على دين الله عز وجل؟ كل هذه من منة الله على خلقه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم فوق النعم هذا، والله أعلم. الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، إذا لبس المعتمر لباس الإحرام في الفندق بعد اغتساله وصلاته لسنة الوضوء، هل هناك ركعتان يصليهما في الميقات؟ ليس للإحرام وللنية الدخول في النسك صلاة مخصوصة، فإذا أراد أن يصلي فليصلي الصلوات المشروعة، إما أن يقوم بعد مكتوبة أو بعد صلاة مشروعة كالضحى أو أن يصلي بعد الوضوء. ولكنه إذا أراد أن يكون الإحرام بعد هذه الصلاة لا يكون بعد الملابس، الإحرام ليس اللباس كما يظن البعض، فمثلا يلبس الملابس يعني في الفندق ويصلي، هنا ما أحرم إلى الآن، وإنما الإحرام هو النية، فيلبس الملابس يغتسل في الفندق لا بأس أو في بيته، ثم إذا جاء الميقات إذا أراد أن يصلي يصلي ثم يحرم، لأن الإحرام هو نية الدخول في المسجد. ولكن ليس هناك صلاة مشروعة للإحرام. بارك الله فيكم، يقول السائل أتيت من اليمن وعملت عمرة في رمضان وذهبت من جدة عمرة في شوال ولم أكن قد نويت الحج، ومن المدينة عزمت الحج مفردا، فهل هذا جائز وهو الأفضل أم لا؟ الإحرام بالحج من المدينة إن كنت من غير أهلها المقيمين بها فهذا تمتع، هذا له صفة التمتع، لأن العمرة الثانية التي في شوال كيف فيها ولم ترجع إلى بلادك وما زال سفر مستمرا، فهذا الحج الذي تحرم به مفردا هو تمتع مع العمرة السابقة، وهذا بخلاف ما لو رجعت إلى بلادك فأتيت بالحج مفردا فهذا أفضل، كما ذكر شيخ الإسلام أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلاده فالأفضل له أن يلبي بالإفراد، لأنه يكون أتى بنسكين من بلده في أشهر في الأشهر الحرة. وأما إن لم ترجع إلى بلادك كما هو ظاهر من السؤال فأنت متمتع ولو أحرمت بالحج من المدينة، وأنت مخير إما أن تهل بعمرة من المدينة أو بالحج. نعم إن لم يرجع إلى بلادك. بارك الله فيكم، يقول السائل إذا نوى الحاج ذبح الهدي في أيام التشريق لكي يتجنب الازدحام في اليوم الثالث من أيام التشريق لم يتيسر له ذلك، فما الحكم؟ لا بد أن يذبح إلا فلو تأخر، لأن الهدي لا بد منه إذا وجد قيمته، وإذا كان يخشى على التأخير فعليه أن يعطي البنك فهو أيسر له. كثير من الحجاج يظنون أن الأمر يعني ميسر، يحصل زحام وشدة ويعجزون بعد ذلك، فالأولى قبل أن تنتهي هذه القسائم أن يشتري القسائم، وهذا البنك تقوم عليه الجهات الرسمية وهم مسؤولون عنه، ولهذا ينبغي عدم التشكيك يعني فيه والثقة، لأن هذا المشروع تقوم عليه الدولة ويقوم عليه المتخصصون الذين يقومون بتأدية هذه الشعيرة العظيمة على وجه المشروع إن شاء الله. بارك الله فيكم، يقول السائل أنا طالع لحلي الفضة
تعامل مع أصحاب محلات بيع حلي الفضة، وطريقة تعاملي أني أعطيهم الفضة الجاهزة للاستعمال وهم يعطونني فضة غير مصنوعة بنفس الوزن مع أجرة الصناعة، علما أنهم لا يعطونني كل وزن الفضة ولا يعطونني كل ثمن الصنع، بل بعضه وبعضه مؤجل. فما حكم هذه المعاملة؟ إن كانت غير جائزة فما هي المعاملة الصحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصورة، وأن الذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل والتقابض، كذلك الفضة بالفضة، فتعطيهم الفضة القديمة المصنوعة وتأخذ الجديدة مع التماثل في الوزن والتقابض. بعض أهل العلم يقول إذا كان خرجت يعني أجرة الصناعة عن البيع فهذا لا بأس به، والأظهر والأسلم هو ترك هذا، وهو إذا أردت أن تشتري أن يكون التماثل في الوزن، وكذلك لا يجوز التأجيل، يعني تأجيل الثمن، يعني إذا بعت مثلا الفضة أو الذهب بدراهم فلا بد من قبضها في المجلس في مجلس البيت. نعم. كيف يستوفي حقه في العمل في صناعة الفضة؟ إذا أراد أن يستوفي حقه يبيع هذا، يبيع ثم يقبض المال ثم يشتري به، أما أن يبيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب ثم يأخذ الزيادة فهذا لا يجوز، فإذا أراد يبيع ما لديه، يعني لأن الذهب المصنوع والفضة لها قيمة فيبيعها ويستوفي قيمتها المصنوعة ثم يشتري بها الذهب الخام أو الفضة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان معي نساء صغيرات في السن فهل يجوز أن أسعى مع كل واحدة مرات أخرى؟ إن كنا عاجزات فسعي مع كل واحدة لا يكون بنية العبادة، إذا مثلا سعيت مع الأولى وأنت تريد بذلك السعي عن نفسك فهذا لك هذه النية، ولكن إذا كررت السعي أو صاحبت بعضهن إذا كنا يحتاجن لهذا فأنت لا تنوي بهذا السعي، لأن السعي لا يتنفر به بخلاف الطواف، الطواف يجوز لك أن تتنفر، يعني أن تطوف أكثر من مرة متنفرا، أما السعي فإنه لا يتنفر به، فأنت تؤدي النسك في العمرة وفي الحج، والعمرة من أركانها السعي وكذلك الحج، ولا يشرع لك أن تسعى أكثر من مرة متنفرا. بارك الله فيكم. يقول السائل: الوتر الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كم عدد ركعاته؟ الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، نقل هذا وهذا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وكان يطيل القيام ويقرأ بالسور الطوال، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني أنه لا تجوز الزيادة أو النقص، خصوصا أن الناس لا يقدرون على هذه الصلاة من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلو أنه زاد في القراءة يعني زاد في قراءته وزاد في عدد الركعات من أجل أن لا يطول قيامه فلا بأس بهذا، أو نقص أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة وعن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فالإنسان يصلي ما شاء وما كتب الله له ثم يوتر، والأفضل أن يلتزم عددا معينا يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن خل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة في ساحة الحرم بالنعل الذي دخل به الحمام؟ لا ينبغي، المسجد الآن كان به عناية كبيرة في الفرش والنظافة التي تلاحظون ما يبذل فيه من جهود كبيرة، يعني الآن البيوت أهلها على صغر حجمها لا يستطيعون أن يحافظوا عليها ويعتنون بها العناية الموجودة هنا، فنحن الآن في البيوت إذا وقع على الفرش شيء ما ترفع هذه الفرش ويرتدي غيرها، ومع هذه المساحة الكبيرة تلاحظون أن الفرش إذا ما أصابها رفعت وأتي بغيرها، هذه العناية العظيمة لهذا المسجد يعني من حسنات ولاة الأمر في هذه البلاد، وهذا نسأل الله عز وجل أن يثيبهم عليه، ومع هذا يجب على عموم المسلمين العناية
بالنظافة، فإن الناس يصلون في هذه ساحات المسجد في كل مكان كما تلاحظون عند الامتحان. والأهل عندما يدخل بها الحمامات لربما يصيبها ما يصيبها من النجاسة، ولهذا لا ينبغي. ومن يظن أن السنة والصلاة صلاة النعال في المساجد المفروشة فهذا وهم، لأن السنة لها وصف كيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يصلي بحذائه لكن في مسجد غير مفروض أو في الخلاء في خارج المساجد. أما الآن مع وجود الفرش ومع وجود البلاط وغيره من الأمور التي إذا وجدت فيها بعض النجاسات تبقى عالقة، وليس كالتراب الذي يعني إذا جاءت فيه النجاسة فإنها تدفن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بدفنها. ينبغي التنبه لهذه المسألة. وأما من كان في صحراء أو في خلاء فلا بأس أن يصلي في حذائه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر هذا. أما مع وجود يعني هذه العناية فلا ينبغي، هذا سوء فهم للسنة. والسنة لا يمكن أن يعني تأتي بما فيه ضرر على المسلمين، كالذي يحصل الآن يعني يدخل الحمام بحذائه ولربما علق به ما علق من النجاسات ثم يأتي ويصلي به في المسجد. مع أيضا الأمر الآخر وهو ما يستقدره الناس اليوم من أن الإنسان يأتي بحذاء الفرس ولا يستطيع أحد أن يصلي مكانه. وأذية المؤمنين غير جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ومن أشكل عليه شيء فليتأمل هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس، هل هو فيه ضرر؟ إذا ثبت أن فيه ضرر فاعلموا أنه مخالف للسنة، السنة ليس فيها ضرر وإنما هي خير محض. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل أنا مقيم بالمدينة ولكني أعمل موزعا وأسافر كثيرا إلى بعض المدن المجاورة، هل يجوز لي أن أحرم من جدة حيث إني أذهب إليها للعمل؟ لا، إذا كنت تذهب إلى جدة لغير الإقامة وإنما تذهب للعمل وتعود جدة ليست بلد لك. وأما إذا كان لك بيت في جدة تقر فيه ويكون تكون إقامتك يعني مقسمة بين جدة والمدينة فنعم. وأما إذا كنت تذهب إلى جدة على سفر ثم تعود وقد تقيم أياما ثم تعود فبلدك هو الذي تقيم فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل دخلت منى في حج السنة الماضية بعد منتصف الليل بربع ساعة تقريبا في اليوم الحادي عشر لشدة الزحام في الطريق، فماذا علي؟ إذا كان بقاؤك خارج منى للنسك مثل الذين يذهبون للطواف ويحصل لهم زحام فهؤلاء ليس عليهم شيء. وأما إذا كان خروجك لغير النسك ثم يعني حصل لك الزحام فهذا يخشى من التفريط يعني فيه. وأما إذا كان لغير زحام فهذا تفريط واضح. ففرق بين من خرج من هنا لنسك ثم لم يتمكن من المجيء فيها لشدة الزحام فهذا ليس عليه. وأما من خرج لغير حاجة مثل التنزه أو غيره أو الذهاب إلى مكة أو لشراء جاية أو غيره ثم أدركه الزحام ولم يدخل منها إلا بعد نصف الليل هذا يخشى عليه التفريط، لأن خروجه في الأصل لغير مصلحة الحج. بارك الله فيكم. يقول السائل رجل مصاب بالبواسير فيصاب ثوبه بشيء من الدم القليل فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا منقطع ويرجو أن ينقطع فعليه أن ينتظر حتى ينقطع الدم حتى لو فاتته الجماعة ثم يصلي. وأما إذا كان مستمرا دائما ويصعب التحرز منه فهذا له حكم من به السلف من البول أو غيره فإنه يتوضع عند دخول الوقت ويصلي على حاله، لكن ينبغي له أن يضع شيئا يمنع من تسرب دم أو غيره إلى المسجد أو الفرج، فإن لم يمكن فيجوز له أن يصلي في بيته، يصلي في البيت وفي الفندق إن لم يمكن يعني منع هذه الأمور التي فيها ضرر على المسلمين من الدم أو من غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل أتيت للحج في هذا العام وعلي امتحانات بعد انتهاء الحج مباشرة
هل يجوز أن أقوم بالمذاكرة والدراسة في أثناء فترة الحج على أن لا يؤثر على مناسك الحج؟ لا بأس لهذا، المذاكرة من طلب العلم وهي من الأعمال الصالحة لحسنة النية، لا بأس بهذا. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل: ورثنا أرضا زراعية يزرعها والدي ويقسم ثمن ثمارها نصفين بينه وبين إخواني وهم راضون بذلك، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان يهب لإخوانه وهذا في حياته وأن يعطيهم ويحسن إليهم إذا كانوا فقراء فلا بأس بهذا. وأما الوصية التي لا تزيد عن الثلث أو أن يوصي عند الموت، وأما أن يهب في حياته هذا لا بأس به. وهذا كما تصدق أبو بكر بماله، تصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله، لكن هذا بشرط أن لا يضر بمن يجب عليه في حقه من نفقة، إذا كان يزيد على نفقة أبنائه. أما إذا كان هذا فيه ضرر على أبنائه فإنه لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا لم أتذكر العام الماضي أني أخرجت الزكاة كلها أو جزءا منها، في هذا العام المنصرم في رمضان كان رأس مالي حوالي 170 مليون، دفعت مبلغ 3 مليون، وكان في رمضان عندي عربة بمبلغ 18 مليون، ودفعت الفرق شريت عربة 57 مليونا، فنقص رأس المال، وإذا كان علي شيء وأنا ذاهب للحج هل أدفع بعد الحج وكم أدفع؟ يقيم المال، المال يقيم سواء يعني مال نقدي أو عروض تجارة وغيره يقيم، ويخرج تخرج الزكاة عند حلول الفور ربع العشر، وما اشتريته بعد أن حلت الزكاة هذا يزكى لأنه في مالك، سواء اشتريت سيارة أو غير، إذا كانت السيارة اشتراها يعني للتجارة يزكيها، وأما إذا كان اشتراها لنفسه فليس فيها تجارة لأن مما يستخدمها، لكن اشتراها بعد أن حلت الزكاة يزكيها، وأما إذا اشتراها قبل حلول الزكاة لا شيء فيها، مثل أن تكون زكاته في رمضان، قبل رمضان في شعبان مثلا اشترى سيارة للاستخدام الخاص، فهذه تنقص من المال، وإنما يزكي ما حال عليه الحول في رمضان، وأما إذا اشتراها للتجارة فإنها تدخل في عموم أعراض التجارة التي تقيم وتزكي. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلدنا يقنط الإمام في صلاة الفجر على الدوام ذلك قبل الركوع ويكون سرا، فماذا يقول المأموم في تلك السكتة؟ القنوت مختلف فيه بين أهل العلم في غير النوافل، وعند النوافل السنة ثابتة فيه وهو الصحيح أنه عندما تنزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت بعد الركوع على الصحيح، وأما قبله فهو مرجوع، وإذا كان المأموم صلى خلف الإمام فإنه لا يخرج من صلاته من هذا الأمر، خصوصا أنه إذا كان هناك خلاف في هذه المسائل فإن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف والمأموم ليس عليه شيء، ولكن على الإمام أن يراعي السنة في هذا، والصحيح أنه لا يكون القنوت إلا عند وجود النوازل. هل يدعو في هذه السكتة؟ نعم لا، ليس له القنوت إذا كان لا يرى، لأنه ليس من شرط متابعة الإمام هو أن يوافقه في أقواله، حتى لقنوت الشرع قنوت المشروع لو أنه لم يدعو ولم يؤمن لا يقال أنه مخالف لدين الإمام، فإذا كان لا يرى قنوت لو لم يدعو ووقف متابعة للإمام ولا يسبقه هذا هو الواجب. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد العمرة من الرياض أن يذهب إلى جدة أولا ثم يحرم، وماذا على زوجته إذا أحرمت ولكنها حاضر؟ لا، يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، يحرم من الميقات ثم يأتي إلى جدة، والزوج إذا حاضر فإنها تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف، فإذا طهرت فتتوضأ ثم تطوف.
بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أحد استوصاني من بلدي، وما حكم من فعل ذلك؟ هذا لا يجوز، لأن السلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يشرع عند الدخول المساجد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويكون في كل مكان، لا يكون خاصا بالمدينة وعند زيارة المدينة. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عامة، لا تكون خاصة بأهل المدينة، ولا لهذا لا يبلغ الرجل يقول إذا أتيت المدينة فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لي عليه، وإنما هذه عبادة غير مؤقتة بزمان ولا بمكان، يسرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت في كل مكان، والإنسان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يبلغ السلام الرجل يبلغ الرجل السلام فهذا لا يجوز لهذا الذي يوصي ولا للموصى إليه أن يبلغ، هذه بدعة. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته ليس فيما يستحسن الناس. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم من أجمعين.